من على الأنبياء تقدم تقدم سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عظم قدر جاه محمد وآتاه فضلا من لدنه عظيما في محكم التنزيل في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، الذي فطر الخلائق بفطرته، والذي ابتدع الخلق ابتداعا
من غير مثيل يحتاج إليه. الحمد لله الذي خلق فهدى وأعطى كل شيء حقه من الخلق والهداية، والحمد لله الذي من علينا بالأنبياء والرسل، والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة التي ختم بها ما كان من قبله من الأنبياء والرسل. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أشرف خلق الله أجمعين، الذي بعثه بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكان أجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة آل بيته الكرام الذين أطبقت وأجمعت الأمة الإسلامية جميعها بجميع نحلها ومذاهبها وطرقها على أن محبتهم ملزمة للأمة وواجبة، وأجمعت الأمة الإسلامية جميعا أصحاب القبلة كلهم على أن هذه المحبة الملزمة والواجبة من أقر بها أقر بدين الله، ومن خرج عنها بنصب أو بغض لآل بيت المصطفى فقد خرج من دين الله. وفي هذا الشهر الكئيب، في هذه الأيام ذكرى فجائع أهل البيت عليهم سلام الله، في أعظم مخالفات من هذه الأمة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تاريخ الإنسانية، حيث ما أتت أمة، ما أتت هذه الفئة الضالة التي تعدت على حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إذ وصى بهم القرآن الكريم وأمر بحبهم وطاعتهم، وبعد إذ فنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياته الشريفة المقدسة المباركة موصيا بالرحمة بهم والإحسان إليهم في غير موضع، فتارة يقرنهم بالقرآن الكريم فيقول: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن العلي العليم أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي شكل آخر لهذا الحديث الشريف الذي أطبقت الأمة الإسلامية على قبوله واعتبر من الأحاديث المتواترة وسمي عند المسلمين جميعا بحديث الثقلين أو حديث الثقلين، في شكل آخر لهذا الحديث قال الحبيب المصطفى: وإني فرطكم على الحوض، يعني أنا أمامكم على الحوض أنتظروا قدومكم، وإني فرطكم على الحوض وسائلكم عنهما، يعني أول سؤال يسأله النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة يسأل عن هذين الشيئين العظيمين، الكتاب العظيم القرآن والعترة، فتجيبون: أما الأول فغيرناه وحرفناه، بمعنى غيرنا معانيه وليست نصوصه، وأما الثاني فقتلناه وسبيناه. وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير موضع يأمر هذه الأمة باتباعهم ويحذر هذه الأمة من مخالفتهم، وبين بأبي هو وأمي أن في اتباعهم اجتماع الأمة على الخير، وفي التباعد عنهم نعم اجتماع الأمة على السوء والشر وسوء العاقبة وسوء المنقلب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كرام عترتي وأطايب أرومتي أعلم الناس كبارا وأحلمهم صغارا، لا يدخلونكم في باب ضلالة ولا يخرجونكم من باب هدى، قدموهم ولا تتقدموا عليهم
فتهلكوا، تعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ولا يخفى أن أمثال هذا الحديث يسمى عند علماء الكلام، يقال هذا الحديث جامع مانع، يجمع فضائل أهل البيت عليهم سلام الله ويمنع أن يدخل عليهم شيئا من السوء من غيرهم، كما هو مفاد آية التطهير. وفي رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليد علي عليه السلام الله في آخر خطب النبي بإجماع الأمة، وما يسمى عند علماء المسلمين عامة بحديث الغدير، وحديث الغدير حديث متواتر مجمع عليه، لا خلاف لا على سنده ولا خلاف على متنه ونصه، ولكن فيما بعد اختلف المسلمون على تفسير هذه النصوص المقدسة. فمنهم من رأى من كنت مولاه توجب الاتباع، ومنهم من رأى أنها توجب المحبة. على كل حال من الأحوال، إذن فنى رسول الله صلى الله عليه وآله حياته الشريفة مناديا وموجبا ومبينا أن هذا البيت يختلف عن بيوتكم، وأن هؤلاء الأهل يختلفون عن أهاليكم، وهؤلاء الأبناء يختلفون عن أبنائكم، وهذه النسوة الذي نعم سيدتهم فاطمة الزهراء يختلفن عن نسائكم، وكل شيء في هذا البيت مختلف عما عندكم تماما. لذا أوجب الله عز وجل تقديمهم وتطهيرهم ومحبتهم واتباعهم. هذه توصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المقابل هذه مخالفات الأمة التي يفترض أنها تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه: رفعوا رأسا يصلون على جده الأعظم صبحا ومساء. أو قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله، قال: قتلوا من أمروا بالصلاة عليه في الصلاة، قتلوا من أمروا أن يصلوا عليه، وهو الإمام الحسين من هذه العترة الطاهرة التي في النص الصحيح والثابت عند المسلمين جميعا، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قيل: وكيف؟ قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، ولكن قولوا: اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يختلف اثنان من المسلمين أن الحسين عليه السلام الله واقع تحت هذه الصلاة، ولا تجد عالما مؤرخا مسلما يدفع الحسين عليه السلام الله عن هذه المنزلة العظيمة التي هي منحة وهبة من الله عز وجل لأهل هذا البيت فقط وفقط. لذا في الروايات الشريفة أن حديث الكساء الذي هو حديث مجمع عليه كما هو في صحيح مسلم حديث الكساء، وكما هو في الكافي، إلا أن الاختلاف في امتداد نصوص هذا الحديث الشريف. ولكن كون أن الحديث في علي وفاطمة والحسن والحسين ليس غيرهم، هذا مقدار مجمع عليه، ليس عليه خلاف بين المسلمين سنة وشيعة. في رواية أن حديث الكساء في بيت أم سلمة، وأم سلمة أم المؤمنين، امرأة معظمة مقدسة محبوبة عند الله وعند رسول الله وعند المؤمنين، وأتت لكي تدخل في الكساء، فقال لها رسول الله: مكانك يا أم سلمة، أنه لا ينبغي لك أن تكوني في هذا المكان، ولكنك على خير، يعني أنت من أهل الإحسان، نعم أنت خيرة، أنت مؤمنة، أنت طيبة، أنت طاهرة، ولكن هذا المقام يا أم سلمة مختلف تماما. لذا لاحظ، لا يدخل تحت هذا الكساء إلا من كان من سنخهم وجنسهم ونوعهم،
لما جاءت أم سلمة ردها رسول الله وشهد لها بالخير والإحسان. فلما أتى جبرائيل وجبرائيل مشابه لهم من حيث العصمة، من حيث أنه معصوم وهو مبعوث من الله، بل هو خاصة من بعث الله عز وجل، وفي الروايات أنه هو الروح، تنزل الملائكة والروح فيها، وإن قيل أن الروح خلق أعظم من جبرائيل، ولكن المعول على أن الروح هو جبرائيل كما في بعض التفاسير. لما أتى جبرائيل استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن الله قد أذن لي، فهل تأذن لي أنت؟ لاحظ الدقة في التعابير، إن الله تعالى، أفلا يكفي إذن الله لجبرائيل؟ نعم يكفي، ولكن هذا من باب التوقير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لك من الأمر شيء، إن الله قد أذن لي، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فأذن له رسول الله ولم يرد جبرائيل. لماذا؟ لأن جبرائيل من نوعهم، لأنه معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، لم تكن الأمة الإسلامية حين قتل الحسين بعيدة عن هذه المعاني الشريفة والمعظمة، لذا كانت في استشهادات سيد الشهداء عليه السلام الله عن نفسه المقدسة أن أشهده على ما هو عليه وما عليه من لباس رسول الله، حتى هيئة الحسين كانت كهيئة رسول الله، فاستشهدهم على نفسه وما عليه من لباس رسول الله وعمامته، حتى العمامة كانت عمامة رسول الله، لأن فيهم بقية الصحابة الكرام. فلما أشهدهم وعرف أن فيهم الموالي وأن فيهم الغرباء وفيهم الأجانب وفيهم بنو أمية وفيهم من لا يعرف الحسين، قال إن كنتم لا تعرفوني فاسألوا من إن سألتموه أجابكم، اسألوا أبا سعيد الخدري وكان صحابيا جليلا، واسألوا خادم رسول الله أنس بن مالك، واسألوا فلان، اسألوا زيد بن أرقم وكان صحابيا لرسول الله، اسألوا فلان وفلان وفلان، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. العظيم الرائع في هذا الاستشهاد، وكل ما من الحسين عظيم ورائع، أنه استشهد بحديث إجماعي اتفاقي ليس عليه خلاف. لذا إذا تصفحت كتب الرواية والحديث تجد أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من أحاديث البخاري ومن أحاديث الكافي على حد سواء، وحاشا لسيد الشهداء أن يستشهد بشيء خلافي يقر به هو وشيعته وينكره عليه الآخرون، وإنما استشهد بشيء واقعي اتفاقي معروف عند المسلمين جميعا من باب رحمة الله عز وجل بعباده. ثم استشهدهم على شيء آخر إتماما للحجة عليهم، ولكي يستنقذهم من هذه الضلالة، لا لكي يستنقذ نفسه من القتل، حيث أن الحسين هو ابن علي بالنتيجة، هو ابن من خاض الحروب، هو ابن من جدل الأبطال وقتل الفرسان، هو الذي شاد بناء الإسلام بعد إذ كان الإسلام طريا. فأمثال الحسين تدفع عنهم تهمة الخوف أو الجبن والعياذ بالله أو التردد من الحرب والقتال، ولكن أراد أن يستنقذهم رحمة من الله عز وجل بهم. قال: هل في شرق الأرض وغربها ابن بنت نبي غيري؟ الآن موجود في شرق الأرض وغربها إنسان يدعى أنه ابن بنت رسول الله غير الحسين؟ مستحيل، وهم يعرفون، وهذا أمر اتفاقي عظيم. نعم، أقل ما يستوجبه هذا الأمر المعظم أن ينظر في أحواله، لا أن يقتل، أن ينظر على ما جاء هذا الرجل الذي هو ابن بنت نبينا وماذا يريد، وأن يستمعوا إليه حجته. ثم أحكم عليهم الحجج البالغة، قال: فإن كرهتموني وكرهتم مقدمي عليكم
فدعوني أنصرف إلى أرض الله العريضة. قالوا لا، حتى تنزل على طاعة الأمير ابن زياد، حتى تضع يدك في يد إنسان يعرفه الجميع وهو عبيد الله ابن زياد ابن أبيه للنسب المشؤوم والنسب الخسيس المعروف، والذي يجل هذا المنبر وهذا اليوم وهذا المكان عن ذكر أمثالهم. فرضت هذه الأمة على ابن بنت نبيها الذي قدرنا أن الآيات بحقه والأحاديث بحقه والمنزل السامية غير مدفوع عنه أن يضع يده بيد خاسئ لعين بلا نسب صريح كعبيد الله ابن زياد وأضراب عبيد الله ابن زياد. لذا قال سيد الشهداء مقولته العظيمة التي بقيت نشيدا إلى الأجيال وتبقى إلى يوم القيامة، ألا وإن الدعي ابن الدعي، وقول الحسين الدعي ابن الدعي معروف، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، سلة استلال السيوف القتال يعني، بين السلة أو أن يذلنا، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وأنوف أبية وحجور زكية، إلى آخر هذه الخطبة الشريفة التي يرددها الشرفاء على كرور الليالي والدهور. ففي هذا الشهر شهر صفر ذكرى أليمة زادت على ذكرى كربلاء بسبي وتسيير بنات رسول الله. فإن كان المسؤول عن الثورة هو الحسين، ولقد قتل الحسين وصنع بالحسين كما يقول الإمام السجاد عليه سلام الله، صنعوا بنا ما لم تصنع الأمم بفجارها وفساقها. الأمم السابقة عندما تحتقر فاسقا وفاجرا تصنع به الأعاجيب. يقول الإمام السجاد، لاحظ ولا مقايسة بالحقيقة، يقول الإمام صنعوا بنا ما لم تصنع الأمم بفجارها وفساقها، من حيث القتل وقطع الرؤوس وسحق الأجساد وسحق الأطفال وحرق الخيام والعطش والسب والشتم وقرع الصياط وتحميل النساء والأطفال على ظهور النياق الهزل الغير موطأ ولا مرحولة، وأن يسرى بهم من بلد إلى بلد من غير ذنب اجترحوه ولا سيئة أتوا بها إلا أنهم شهدوا لله عز وجل بالحق. ففي هذا الشهر الأليم ذكريات مؤلمة لآل بيت رسول الله يكررها المؤمنون حفاظا نعم لحرمة النبي وآل بيته. ففي اليوم الأول من شهر صفر نعم، أو في اليوم الأول دخول سبايا آل بيت رسول الله صلى الله عليهم أجمعين إلى بلدة الشام وهم في هذا الوضع، ثم في اليوم الثاني منه استشهاد مولاتنا رقية عليها سلام الله في خربة الشام في موضع مأساوي كبير، حيث أن هذه الأمة خالفت كل الأديان وخالفت كل الأعراف وخالفت كل القوانين، حيث أن الطفل لا يشمله قانون، ليس عليه قانون في كل الأمم المتحضرة والمحترمة، والله عز وجل خالق التشريع ومؤسس التشريع لا يؤاخذ الإنسان إلى سن معين، يعتبر هذا الإنسان لا يؤاخذ بقول ولا فعل، حيث أنه لا يدرك هذه الأمة اقتصت من أطفال رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث سيرتهم على هذا الشكل المفجع. وفي اليوم السابع من هذا الشهر ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا ريحانة رسول الله أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام الله، حيث تحمل ما تحمل من الآلام والمشاق حتى قضى مسموما ومنع أن يدفن إلى جنب جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا الشهر أيضا على رواية في السابع عشر منه ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله،
وهو ثامن الحجج الطاهرين حيث قضى غريبا مسموما في أرض طوس. وفي 20 منه ذكرى رجوع سبايا آل بيت رسول الله بعد سبي الشام إلى كربلاء ثم إلى العراق وما صاحبها من الفجائع. وفي 28 الفاجعة العظيمة التي ألمت بالمسلمين جميعا وهي ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا حبيب الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي 29 وعلى رواية مشهورة ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولعلها الرواية الأشهر عند الشيعة. ففي هذا الشهر فجائع أهل البيت عليهم سلام الله، لذا حري بالمؤمنين جميعا نعم أن يتأثروا وأن يقيموا هذا العزاء الذي نعم يقول عنه الإمام جعفر الصادق عليه سلام الله: لو كان رسول الله بيننا لكان هو المعزى بالحسين. أو كما يقول شاعر أهل البيت يقول: وقد نصب الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محمد، يعني صاحب العزاء بالحقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله عز وجل أن جعلنا على جادة الصواب، نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا مخالفين للقرآن فيما أنزل بحق آل بيت المصطفى إجماعا وتواترا، ونحمد الله عز وجل أن جعل قلوبنا متألمة وحزينة وباكية وأن أعيننا دامعة لما جرى عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لحبهم والحزن عليهم والسير على منهجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. رحم الله من رفع صوته والصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فإن من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله عز وجل أن جعله رحمة للناس كافة، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وترجم النبي صلى الله عليه وآله هذه الرحمة النازلة من السماء على قلبه الكبير، ترجمها عملا مع ألد أعدائه وخصومه. وكان باستطاعة النبي وهو المقرب إلى الله وهو المعظم عند الله وهو صاحب الدعوة المجابة أن ينتقم من أجلاف قريش وعتاتهم، إلا أنه مارس رحمة لم يستطع حتى الأنبياء المعظمون وهم مكرمون لم يستطيعوا أن يمارسوها مع أممهم والناس الذين عاشوا معهم وظلموهم. فلا تجد نبيا إلا ودعا على عتاد قومه وأجلافهم، وكان النبي محقا في الدعاء عليهم. وهذا القرآن الكريم ينبئنا عن أمم نالها العذاب بدعوة نبي بالمباشرة وبلا فصل. قال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر، فحملناه على ذات ألواح ودسر، إلى آخر الآيات.
الكريمة من صورة القمر. لاحظ الاستجابة، مجرد أن دعا عندما نفذ صبره منهم وآيس من صلاحهم وهداهم فكانت الاستجابة فورية من الله عز وجل، وهكذا هذا الأمر سار لكل الأنبياء. إذن هو ساري لرسول الله ولكن مارس شيئا آخر، فكان أعظم الأنبياء عند الله، لأن أعظم خلق الله على الله أرحمهم بعباد الله. لما جاءه الوحي وقال أطبق عليهم الجبلين يا رسول الله، يضربون رسول الله بالحجارة والحصى، يرجمونه رجما والدم يتسايل من بدنه الشريف، وجبرائيل إلى جنبه. لاحظ العظمة، قوة الله، مكنة الله، قدرة الله إلى جنبه جبرائيل، ولكن يقول لا اتركهم، اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. نعم، هذه من خصائص الحبيب المصطفى. ولما دعا غيره من الأقوام الكافرة والأقوام المشركة وأهل الكتاب، دعاهم إلى الحوار ولم يدعهم إلى القتال قط، ولم يكن القتال من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط إلا إذا اعتدي عليه، حتى لا يحتسب هذا الأمر ذل على النبي الكريم، ولكن أن يبدأ بحرب ما سجلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، سجل له التاريخ الإنساني والإسلامي أنه رجل السلام الأول ورجل المحبة الأول ورجل الرحمة الواسعة الأول في هذا التاريخ الإنساني على امتداده. إذا لما يخاطب أهل الكتاب يقول قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة السواء؟ أنتم تقولون أن الخالق هو الله ونحن نقول أن الخالق هو الله، نختلف. تقولون أن الرسول غير محمد صلى الله عليه وآله، ونحن نقول أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله. إذن لدينا نقطة اتفاق ولدينا نقطة اختلاف، فلننطلق ونتحاور من نقطة الاتفاق. يعني انظر إلى الجوانب المضيئة، فكانوا يأبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، أو في حواره مع المشركين وهو يعلم أنهم على ضلاله، وهو يعلم أن ميتهم إذا مات على هذه الحالة من العداوة لله ولرسوله فهو من أهل النار، يقول إليهم ونحن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سأل المأمون العباسي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله، قال أكان رسول الله شاكا في نفسه لما دعاهم؟ قال وإنا، تعالوا نتحاور، يعني احنا وياكم، لو على هدى، لو أنا على هدى، لو أنا على ضلال. قال أكان رسول الله شاكا؟ قال لا، لم يكن شاكا، ولكن دعاهم إلى النصفة. لما تحاور إنسان وتقول له تعال أحاورك ولكنك على ضلال وأنت من أهل النار، لا يقبل أي إنسان الأحكام المسبقة ولو كان فعلا ضالا، لا يقبل الأحكام المسبقة عليه، وإنما أعطاه النصفة جذبا له للحوار. قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا نستبين الهدى ونستبين الضلالة في أمرنا. إذن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله، مرة يدعو أهل الكتاب وهو مختلف معهم، ومرة يدعو المشركين، والبون والفرق شاسع بينه وبينه، وليس هناك نقطة التقاء كما هي نقطة التقاء مع أهل الكتاب. إذن كان هذا النبي هو نبي الوحدة ونبي الإنسانية جمعاء، وهكذا سار على سيرته الطاهرة أهل بيته الكرام، وسيدهم أمير المؤمنين عندما قال مقولته العظيمة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، يعني ما دام الإسلام بخير فإني أسالم هذه الفئة التي اغتصبت الخلافة والتي، ولكن ما دامت الناس تصلي والأذان قائم والإسلام بخير، خلي الإسلام أهم من المصالح الشخصية، لأسالمن ما سلمت أمور
المسلمين. ولما أتى أبو سفيان لكي يستفز في أمير المؤمنين المشاعر البدوية والعربية والقبلية، وأمير المؤمنين بعيد عن هذه المعاني كلها، قال: ما بال هذا الأمر في أرذلها من قريش؟ إن شئت لأملأنها لك خيلا ورجالا. فنظر إليه أمير المؤمنين قال: وما أنت وهذه، وما أنت وهذه، إنما أنت كهف المنافقين، ما أنت والفرقة بين المسلمين. إذا نظر أمير المؤمنين إلى هذا الإنسان لكي يفرق الإسلام والمسلمين. نحن الآن في خطاب الشيعة، وباعتبار أن الشيعة بلا شك، الشيعة أتباع أهل البيت، هم طليعة الإسلام، هم طليعة الإسلام، المجاهدين القائمين على هذه الدين من أيام رسول الله إلى يومنا هذا. ويكفيك، يكفيك في أن في مقدمتهم كبار الصحابة المعظمين. أقرأ في ترجمة سلمان وأبي ذر وعمار وحذيفة وابن التيهان وعبد الله بن بديل وذو الشهادتين وهكذا، أولئك الصحابة الذين أطبقت الأمة على فضلهم عندما يترجم إلى حياتهم يقال: وكانوا يعرفون بشيعة علي. كان سلمان يعرف بشيعة علي، وأبي ذر يعرف بشيعة علي عليهم سلام الله. هؤلاء الفدائيون، هناك كلمة حقيقة راقية في هذا المقام أذكرها من على هذا المنبر الشريف لطه حسين عميد الأدب العربي، يقول إن الشيعة يظهرون في التاريخ عندما يحتاج إليهم الإسلام. صحيح، الشيعة عندما يحتاج إليهم الإسلام يظهرون. ويكفيك فخرا وشرفا أن الذي استنقذ الإسلام والمسلمين من براثن بني أمية هو سيد الشهداء عليه السلام الله، ولكن استنقذ الإسلام والقرآن والسنة المطهرة بضريبة غالية، لم يستنقذها بكلام، وإنما استنقذ الإسلام عندما عرف أن الثمن هو دمه الطاهر ودماء أهل بيت أن تراق، نعم، على جوانب أرض كربلاء. إذن هذا هو منهج أهل البيت عليهم سلام الله. وعادة إخواني، ويجب أن نذكر في هذا المقام الشريف أن هذا المذهب الطاهر لا يمثله شخص، وإنما يمثله أهل البيت فقط وفقط مهما كان الإنسان، ولا تمثله فضائية مهما كانت هذه الفضائية، لا تمثل هذا المذهب الطاهر وما يقال بها، ولا يمثل هذا المذهب رادود حسيني مهما قال ومهما اتسع وعرضت أقواله ورداته وكذا، يبقى هو في مجاله المعين، في مجال خدمته المعينة. هذا المذهب، نعم، صانه أهل البيت عليهم سلام الله، وهذا المذهب سمي بمذهب الإمام جعفر الصادق. فمن يداني جعفر الصادق علما وشرفا ومنزلة؟ نتشرف أن نقول نحن أتباع الإمام جعفر عليه السلام الله، فمن أراد أن يقرر لنا عليه أن يكون بمثل الإمام جعفر الصادق، عليه أن يكون بهذه المنزلة نسبا وحسبا وعلما وإمامة وعبادة وزهادة، فإن لم يكن فليأخذ كل إنسان محله الطبيعي ووضعه الطبيعي. لهذا هذا المذهب العظيم، نعم، يمثله أهل البيت وأتباعهم بالحق والمنطق والعقل، والذين يحبون، نعم، أن يأتي الآخرون لا أن يبتعد عنهم الآخرون. يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الله في لم شمل هذه الأمة، قال: حدث الناس بمحاسن كلامنا. وصلوا، ما توصلون الكلام، حدثوا الناس بمحاسن كلامنا فإنهم لو سمعوا ذلك منكم لاتبعونا. المشكلة وين؟ المشكلة أن منهج أهل البيت مغير، وتغييب منهج أهل البيت هو الداعم الرئيسي في فرقة هذه الأمة، وإلا أي مسلم في قلبه محبة لله ولرسول الله وغير على الإسلام يحب أن يسمع كلام أهل البيت، لأن كلامهم حلو
جميل جامع مانع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويستشعر أي إنسان يسمع كلامهم أن فيه الرحمة وفيه الروح وفيه القرب من الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل في كلامهم كما جعل في القرآن الكريم جاذبية خاصة في كلامهم تجذب إليهم الناس ولا يبتعد الناس عنهم. أنا أقول هذه الرواية باختصار. أحد الأطباء في بريطانيا، طبيب معروف يعني في بريطانيا، رجل مسيحي بريطاني الأصل والمنشأ والمولد، قرأ مقولة لأمير المؤمنين عليه السلام الله، والتي هي مشهورة والتي يقول بها: الناس اثنان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فألهبت هذه المقولة مشاعرة، خصوصا لما عرف أنها قيلت في العصور الغابرة، العصور التي تسمى في أوروبا عصور الظلام والقتل والهتك وعدم احترام للإنسانية مطلقا. إنسان في ذلك الزمان يصنف الناس هذا التصنيف العظيم، يعني لا تحترم هذا لأنه أخوك في الدين وتحتقر الآخر لأنه مخالف لك في الدين، أعطه حقه من الإنسانية. إنسان. رحم الله السيد الشهيد الصدر السيد باقر الصدر، له مقالة في هذا الباب مؤثرة جدا، يقول: من عظمة علي عليه السلام الله أنه كان يرى في عباد الله خلق الله. كان يرى الناس على اختلافهم، يعني مسيحي ومسلم يهودي كذا، هم خلق الله بالنتيجة. هذه الخاصية لو امتلكناها، لو نظرنا إلى هؤلاء الناس على أنهم خلق الله، يكون بوذي هذا الإنسان، يكون هندوسي، يكون ما يكون، ولكن الذي خلقه هو الله. لو تسأل في هذا المقام يحب هدايته أو ضلالته، أقول يحب هدايته. لو تسأل في هذا المقام خلقه للنار أو خلقه للجنة، أقول خلقه للجنة. لو تسألني يريده الله أو لا يريده، قطعا يريده الله، يريد حتى هذا البوذي والهندوسي، ويريد حتى عابد البقر. هذا الإنسان الذي يعبد البقر ويعبد الحجارة، لو تسأل الله يريد هدايته ويريد أن يكون مسلما حتى يفوز برضا الله. لذا النبي، وأختم في هذا المقام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقارب يبين رحمة الله بشيء ملموس عند الناس. قال: مثل الوالدة، إن الله تعالى يحب أو أرأف على عباده من الأم الرحيمة بولدها. كثر هذه الأم تحب أولادها حتى ولو ضلوا، يعني إذا أم عندها أولاد واحد من أولادها ضل وابتعد، هل من المعقول أنها تكرهه؟ لا يمكن. قال: إن الله تعالى بخلقه أرحم من هذه الوالدة. وهذا كان منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وسيرتهم. ويكفيك أن في الخوارج 12,000 خرجوا على أمير المؤمنين، استنقذ منهم الإمام 9,000. 9,000 إنسان استنقذهم الإمام من الضلالة عن طريق المحاورات والكلام. وكان يبعث إليهم عبد الله بن عباس بالحجج الباهرة، ولو قتلهم على أفعالهم ما كان ملاما. ولا أحد الآن من علماء الإسلام جميعا يلوم الإمام أمير المؤمنين على قتله لهذه الفئة الضالة التي قطعت الطريق وقتلت الحبالة وقتلت الأجنة في أرحام النساء وفعلوا ما فعلوا. ولكن لو تسأل أقول نعم، إنما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الله يمثل رحمة الله، يمثل رحمة الله التي أودعها في هذا القلب الكبير. نحمد الله عز وجل على نعمة الولاية ونعمة الاستبصار، وأننا نرى النور الحقيقي المتمثل بآل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. أستغفر الله لي
ولكم والسلام والصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي صلى الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والحاضرين رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة. اللهم صل على محمد.